تدريب هؤلاء على إمكانية التأثير وتحريك الأشخاص نحو هدف مشترك، وتدريبهم كيف يصبحون قادة ويصنعون المزيد من القادة. نطمح من خلال هذا البرنامج التدريبي الى الوصول الى اقصى فعاليه ممكنه من تطبيق ما سنتحصل عليه. ايصال المعلومه في حلتها الصحيحه والسهله للشباب البقيه على مستوى ولايتنا. انا هنا باش نكتسبوا مهارات وتنميه القدرات تاعنا باش ان شاء الله بروشانمون نقدروا ندربوا شباب. مشروع المدربين الشباب سيمكن المشاركين عبر ورشات تعليمية من تحديد الأهداف، تسيير المخاطر والأزمات، وصنع القرار. جاء هذا التدريب ليس فقط لإعطاء المعارف والمهارات في الجانب التدريبي، وإنما للحفاظ على هذا ولتكوين الفرد والمواطن الحقيقي الذي يمكن أن يقدم لمجتمعه الكثير. بعد 4 أيام من التدريب ستتاح لهؤلاء فرصة وضع مهاراتهم المكتسبة موضع التنفيذ للفئات الكشفية في مختلف ولايات الوطن.